التقنية الصحية الآن بعد نجاح مركز مساعدة مرضى سرطان بالبليدة للتكفل بالمرضى القادمين من مختلف ولايات الوطن، أطلقت جمعية البدر مشروع أول مركز مخصص لعلاج سرطاني الطفل الذي يعتمد أساسا على تبرعات المحسنين. التفاصيل مع صبرين أبو عبلة. بعد نجاح مشروع دار الإحسان لمساعدة مرضى السرطان الذي وصل إلى التكفل بأكثر من 600 مريض بالسرطان خلال سنة 2017 قدموا من 35 ولاية، تسعى الجمعية اليوم لإطلاق مشروع أول مركز لعلاج سرطان الأطفال بالجزائر. السلطات العموميه اعطت لنا الارضيه، حنايا كجمعيه درنا نديروا في نكملوا في هذا المشروع هذايا، كما درنا لغاديوتون بفضل الله وبفضل الاذاعه وقدرنا نديروا هذا الدار الاحسان. دوك هذا المشروع هذايا لازم الصحافه، كل الصحافه الجزائريين يشاركوا يعاونوا باش هذا المشروع هذا يكون نديروه في اقرب وقت ان شاء الله. هو أكبر مشروع تضامني لفائدة الأطفال المصابين بالسرطان بالجزائر، خاصة وسط غياب الشروط اللازمة للتكفل بهذه الفئة بالمستشفيات. عنده يعني بعض الاحتياجات اللي ماهيش متوفره كذلك في هذه المستشفيات، وكذلك الطفل هذا كيجي من المدن الداخليه ويدخل يجي يلحق العاصمه ولا يلحق بليده ولا المدن الكبرى باش يصح له رونديفو، يعني المواعيد راهي بعيده يعني بالنسبه لهذا الاطفال. حنا واش قلنا في جمعيه البدر؟ قلنا بلي هذا الطفل هذا حنا ما نزيدوش نخليوه يعني هكذا، حنا كما نقولوا بالدرجه يتمرمد، حنا حبينا الطفل هذا نلموا له كاع هاد المصالح، نلموهم له في مركز واحد وين يعني المصالح هي اللي تروح للطفل، مش الطفل هو اللي يروح المصالح. مرض السرطان عند الطفل يشفى في اكثر من 80% بالعالم، غير ان غياب مركز خاص بهم بالجزائر يتسبب في تاخر مواعيدهم وتقليص نسب الشفاء، لياتي هذا المشروع لرسم الامل في وجوه الاطفال المصابين بالمرض. من الشفاء محمد لكل المرضى.